انت اللي حتسميه؟ اكيد 100% راح يسميه اسعد على اسمك. الله يبارك لك وخليك يا امك. ايش هو اللي يسميه اسعد؟ ايش هو هذا؟ ليه؟ خلصوا الاسماء؟ لا 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 لا، الاسماء القديمه التعبانه هذه ما نبغاها. قال ايش قال؟ قال يسميه اسعد. ابو شكلك يا قليل الادب، خربت لي فرحتي في حفيدي. أنا اسمي اسعد قديم وتعبان؟ ها؟ ايوه كمان ها؟ لا وجالسني ومنجعص ورجال. لا تزل رجلك يا واد قليل الادب. لا تزعل نفسك يا بابا، ترى حبيبي فؤاد ما يقصد. اقصد ونص كمان. الولد هذا حقي، وانا ابغى اسميه زي ما ابغى انا. فؤاد انت اكيد تمزح، المزح هذا انا ما احبه مع خالك. انا ما امزح، انا اتكلم جد. انا ما ابغى اسمي اسعد، والله لو تنطبق السمع على الارض. ماشي. ايوه ماشي. طب اضربني كده وقول لي كده بالاسماء الحلوه، سيبك من الاسماء القديمه، ها؟ قول لي ايش انا تبغى تسميها؟ ايش تبغى تسمي؟ سمعني. الين دحين ما قررت. بس الولد حقي مو حقك. يعني انا اللي اسميه مو انت. حبيبي يا فؤاد، بالله خلينا نسميه اسعد على اسم بابا، ترى بابا يستاهل. قلت لك لا، يعني لا. لا يا حبيبي. ايش اللي لا؟ لا يا حبيبي، مو على كيفك يا حبيبي. ايوه الاسم قلنا يلا نمشي. كمان تبغى تصير يعني تتحكم في مستقبل ولدي؟ لا يا حبيبي، بعيد على شنبك. بعيد على ايه؟ ايوه بعيد على شنبك. على شنبي انا؟ ايوه انت يا فؤاد. ايش بك؟ مو عاجبك الكلام اللي اقوله؟ اسعد الصغير. ايوه حيطلع ضابط. اسعد الصغير حيطلع لاعب زي كريستيانو، ايش رايك؟ انت ايش رايك؟ ايوه انا لما اقول كلمه ايوه ما احب اكررها، اسعد الصغير ايوه حيطلع ضابط. يطلع كريستيانو. اسحب السياره منك. ايش يطلع اسعد؟ ضابط يانو. ما اسمعك. ضابط يانو. ايوه ضابط يانو، يعني ارضيك وترديني. في النص منه كريستيانو ومنه ضابط يانو. حبيب الله يا حبيبي. الله يسعدك.